الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته ضد قطاع غزة واستهدف الطيران المعادي مواقع للمقاومة الفلسطينية، وقال جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على صواريخ أطلقت من القطاع نحو المستوطنات الصهيونية. تصعيد صهيوني جديد على قطاع غزة، استهدفت الطائرات الصهيونية من خلاله بثلاثة صواريخ موقعا تابعا لكتائب القسام في مخيم البرعج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 5 من المواطنين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. التصعيد يتزامن مع هجمة صهيونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. نؤكد بأن حركات المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات الصهيونية المستمرة. العدو الصهيوني يحاول أن يؤكد بأن يده تطال كل فلسطيني، لكن المقاومة استطاعت أن تصنع معادلة توازن مع العدو الصهيوني وهي قادرة على ردع هذا العدوان المستمر ضد شعبه. الفصائل الفلسطينية اعتبرت التصعيد في قطاع غزة في نقضه لشروط التهدئة وتشديد قبضة الحصار ومثيله في الضفة الغربية والقدس المحتلة باستخدام ذرائع غير مبررة، يدلل على عدم جدية الكيان بوعوده، مطالبين بتكثيف الجهود لدعم المقاومة. هذا التصعيد أساسا لم يتوقف على الشعب الفلسطيني، لازال مستمر وبأشكال مختلفة، وهذا الأمر بحاجة إلى دعوة فصائل المقاومة لبحث كيف يمكن أن نتصدى لهذا العدوان، هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. لا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية حاليا معنية بالتصعيد مع قوات الاحتلال. قد يكون هناك بعض الجهات التي تحاول بالفعل زعزعة الأمن في قطاع غزة، مثل تنظيم الدولة، واللي قد لا يكون له بالفعل هذا الوجود، ولكن قد يكون هناك عناصر محسوبة عليه تحاول إطلاق صواريخ على دولة الاحتلال من أجل جرهم إلى مواجهة مع قطاع غزة ومن ثم زعزعة الأمن بشكل عام في هذا القطاع. المواطنون في قطاع غزة أعربوا عن تخوفهم من التصعيد الصهيوني المستمر بحقهم، مطالبين بوضع حد لمسلسل الجرائم المرتكبة والتي لم تتوقف منذ بدء التهدئة وحتى الساعة. أكيد إحنا متخوفين من هذه الضربات على غزة، والخوف الأكبر إنه يصير حرب جديدة على غزة، لأنه في أكثر من 6 سنوات صارت 3 حروب. حاليا الوضع مش محتمل أي تصعيد إسرائيلي سواء على الفصائل في غزة أو على المواطنين، وإحنا بنتمنى إنه من المجتمعات الدولية تضغط على إسرائيل لأنه ما تقومش في أي حرب تانية. إسرائيل ما وقفتش العدوان على قطاع غزة أو القدس أو المسجد الأقصى. يعني إسرائيل دائما بتشن عدوان سواء على البحر أو البر أو المزارعين. يعني إحنا كمؤيف قطاع غزة من طالب يعني المقاومة الفلسطينية بردع قوات الاحتلال عما تمارسه بحق الشعب الفلسطيني بمسجد الأقصى والقدس وقطاع غزة. غزة التي لم تتعافى بعد من الأزمات التي أحاطت بها جراء الحروب المتوالية عليها تنتظر حلا لمعضلتها التي لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن. تهدئة هشة يعيشها الغزيين، فسيتم الإيفاء بشروط المقاومة وتحقيق مآرب النصر، أما أن الانتهاكات الصهيونية ستبقى مستمرة وسيزداد الوضع سوءا كما هو المعتاد. غادة خالد، لقناة الكوت، قطاع غزة.